السلام عليكم. النهاردة هنحاول يعني بعد ما احنا وضحنا شوية من طب الانتجريشن والطرق اللي احنا بنبسط بيها، فهنحاول نوضح امتى بستخدم كل طريقة فيهم، فيعني عشان يكون اسهل لما اشوف مسألة الانتجريشن اكون فاهم انا هعمل ايه بالظبط. فيلا بينا. عندي اول حاجة هنوضح ايه هما الطرق اللي عندي. عندي اول طريقة دايركت، طريقة مباشرة. تاني حاجة السبستيتيوشن. السبستيتيوشن بالنسبة لي بقسمه سيمبل وتريج وهايبربوليك. تالت حاجة الكومبليتنج سكوير والبارتنج والريدكشن فورميلا والبارشال فراكشن. يعني الفيديو ده هتكون مقسم على جزئين، ف أول تلات حاجات هيكونوا في أول فيديو، وتاني تلات حاجات هيكونوا في فيديو تانيين. يعني النهاردة الفيديو ده يعني هيكون لحد الكومبليتنج سكوير. تمام. فيلا بينا نشوف أول طريقة بالنسبة لي. اول طريقه الدايركت. الدايركت بالنسبه لي ان انا احفظ، للاسف يعني انا بندم ان انا بقول كلمه احفظ، هحفظ الحاجات دي كلها بالانفرس تريجونومتريك، بالانفرس هايبربوليك، وهنحفظ كل ده. ده يعني للاسف الدايركت. طبعا هو مش هيجي لك يسالك انتجريت الساين وانت تقول له نيجاتيف كوساين، اكيد هيرخمها شويه عليك. زي ايه؟ زي كده هيكون مديك المساله هنا اي to the power 2 لين ساين بلس كوزاين. طيب احنا عندنا يعني قاعدة بتقول ان لما يكون اللين اكس 2 هنا بتكون هي لين اكس سكوير، وعندي قاعدة بتقول لو اللين اي باور لين فانكشن بتساوي فانكشن، يعني اقدر اشيل الاتنين دول مع بعض. فانا بمعنى صح وديت ال 2 دي خليتها سكوير على القوس كله، وبعدين نزلت اللين مع الاي فبقت كده خلاص. وفك اقواس عادي جدا، بعد ما فكينا الاقواس بيطلع لي بالشكل ده خلاص. انا عندي ده قانون بتاع التجومتريك فانكشن الايدنتيتي ان هي ايكوال 1، وعندي ده قانون الدبل كوزاين انجل. فخلاص بقت بالنسبه لي انتجريشن بسيط جدا. هل هو ممكن يجيبها لك كده على طول؟ لا، هو هيجيبها لك بالشكل ده مثلا او شكل افخم شويه عشان انت تشتغل بايدك. ده كله دايركت بالنسبه لي، ما عملتش اي حاجه، يعني بمشي بواحده واحده. طيب انا عندي تاني حاجه السبستيتيوشن اللي بنقسمه لجزئين. السيمبل، السيمبل انا بعمله ليه؟ هو مش طريقه حل، مش بينجدني من ان انا اعمل حاجه، هو عشان ابسط على نفسي. طب ابسط على نفسي لايه؟ ان انا بشوف حاجات كتير، يعني انا عندي اي باور اكس هنا واي باور اكس هنا واكس هنا. طب انا عندي يعني لخبطين، يعني ممكن الخبط اشيل دي مع دي، لا الخبط فيهم. فبالنسبه لي بعمل ايه؟ ببسط على نفسي، بقول ان الاي باور اكس دي بيو، وبطلع الديو، بسطت على نفسي، وبعدين بعوضها هنا، بعوض الدي بودي دي الناحية التانية وبعوض بقى، فبيطلع معايا تو يو تو سان اليو دي يو. طيب انا لو عملتش كده كان ممكن مثلا انسى في الحالة دي التو، وعادي ناس كتير بتنسى. طيب السبستيتيوشن سيمبل هو طريقة ان انا بسط على نفسي ولا اكتر ولا اقل، يعني ممكن استخدمه في اي طريقة، ممكن في اي سؤال استخدمه. ليه؟ عشان يكون الدنيا بالنسبه لي سهله، بمعنى اصح ما لاقيش حاجات كتير في المساله تلخبطني، انسى حاجه منهم، بالذات ان يعني ان اغلب الكتابه بتكون بسرعه فممكن انسى حاجه. فهي بمعنى اصح طريقه عشان انا ابسطها على نفسي. طيب مساله تانية، انا عندي دي، ايه المشكله في دي؟ هو مديني تحت فوت. طيب انا بالنسبه لي لما الاقي تحت فوت حاجه زائد حاجه، يعني فوت اكس زائد الوان، خلاص بعوض ان الفوت ده بيساوي اليو. ابسط حاجه لما الاقي تحت في الدومينيتور يو فوت قصدي، بعوض بداله بيو. يبسط على نفسي تلات ارباع المساله، فعوضنا بيها بيو وطلعنا الديو، فطلعت 2 اي باور اكس على بمعنى اصح اليو، يعني هي دي اليو، فعوضنا بيها في المساله. فالاي باور اكس هتطمع على الاي باور اكس واليو هتطمع على اليو. فبقت بالنسبه لي مساله سيمبل جدا، بحط الانتجريت الدي يو ليو وبكمل عادي. فهو بمعنى صح طريقة عشان ابسط على نفسي. على يعني فكرة مسألة الامتحانات. انا عندي بقى التجومتريك والهايبربوليك، دي اصل طريقة اعرف انا امتى استخدمها. انا عندي كيسين ليها، ابسط طريقة بالنسبة لي، يعني ممكن اشوف المسألة اعرف ساعتها انا استخدم تجومتريك ولا هايبربوليك. وحتى المسائل يعني انا مش واخد مسائل امتحانات، واخد حاجات تانية، بحس ان هو بيك ان ممكن بالطريقه دي تهرب من حاجات انت ممكن تحفظها. طيب انا عندي اول اكسبريشن اللي هي دي،
ال root 1 minus x square، ساعتها بعوض ب x equals sin. أنا بالنسبة لي بعوض بالتريج عشان أقدر أعمل مثلث، عشان لو هايبربوليك هضطر أحفظ ال identities، وأنا بالنسبة لي أنا مش عايز أحفظ، أنا عايز يعني أحل عشان الحفظ بالنسبة لي كتير، فلأ أنا أفهم وأحاول أهرب من الحفظ. أنا عندي تاني واحدة الشكل التاني بيقول لي root 1 plus x square، ساعتها هعوض بالx equal 10، وعندي تالت شكل root x square minus 1، ساعتها هعوض بالx equal 6. دول تلات أشكال اللي بتعوض فيهم، كل واحدة بتعوض بالشكل اللي قدامها سواء بترج أو هايبربوليك. طيب إمتى هستخدم الاتنين دول؟ للأسف يعني ده لازم بقى يعني هتستخدمها للأسف، لو قالك ان هنا اداك مثلا 1 بلس ساين اكس زائد كوساين اكس، معلش ثانية خلينا نمسح عشان ايه كان ضايق هنا شوية. لو قال لي 1 بلس ساين اكس على 1 بلس 1 ماينس 1 ماينس ساين 1 ماينس ساين، طيب هو انا استخدم ساعتها بقى ان ديو ايكوال تان اكس على الاتنين، وساعتها اقعد بالساين كذا والكوزاين كذا والدي اكس كذا. طب هنا لو قال لي ايه؟ لو قال لي شاين وكوشاين بس ولا اكتر ولا اقل، يعني احط هنا شاين وكوشاين بس، يعني ده بيكون شكل المسألة اللي ممكن يجي لي ساعتها استخدم ده. تمام. خلينا نشوف مسائل. هي مسائل دي مش مسائل امتحانات، هي مسائل يعني انا حطيتها عشان اوضح حاجة. انا عندي ده، طيب لو احنا حافظين ده انتجريت ايه؟ ده الانتجريت بتاعه ساين انفرس. طب ليه انا عوضت بيه كده؟ عشان اوريك ان انا ممكن بدل ما احفظ اكون فاهم. فانا عندي هعوض ساعتها، انا عندي الشكل ده بتاع الساين، فبعوض بالساين 1 ماينس ساين سكوير بتطلع كوزاين، وانا عندي دي اكس ايكوال كوزاين ثيتا دي ثيتا، فبيطلع لي كوزاين فوق كوزاين تحت، فبتطلع معايا ب 1 والثيتا، فخلاص انا فاهم ان الثيتا ايكوال ساين انفرس الاكس. بدل ما احفظ هنا ناقصه س عشان ايه في هنا س. تمام. ده بدل ما احفظ. كذلك الشكل التاني، لو احنا حافظين ده شكل ايه؟ ده شكل التان او النيجاتيف كوتان، وده برضه شكل الساين او النيجاتيف كوزاين، فبعوض بال 1 بلس اكس سكوير، انا عندي الشكل ده اللي هو بتاع التان فبعوض بيه. انا عندي اهم حاجه وانا بوضح ان مش شرط ان يكون عندي روت، ممكن يكون عندي من غير روت، يعني 1 بلس اكس سكوير. تمام. وهنا كذلك انا ممكن اعوض هنا من غير روت، المهم يكون بالنسبه لي موضح لي شكل ايدنتيتي من ايدنتيتي بتاع التريجونومتريك او الهايبربوليك، مش شرط الروت يكون هنا. هو الروت بيبسط عليا لان مثلا بدل كوزاين سكوير بيطلع كوزاين واحده بس، لكن مش شرط الروت، المهم يكون شكل ايدنتيتي من الايدنتيتي بتاع التريج او الهايبربوليك. فبعوض ب 1 بلس 1 على 1 بلس 10 سكوير، فبتطلع سك فوق وسك تحت، خلاص بشيل السك اللي فوق مع اللي تحت، بيطلع لي تان انفرس اكس، والشكل التالت اللي هو بتاع السك او النيجاتيف كوسك، فبعوض هنا انا عندي السك سكوير بعوض بيها، انا عندي اكس سكوير ماينس 1 فبعوض بسك، فبجيب الديريفيتيف بتاعتها فبيطلع سك في تان، وانا عندي هنا اكس فبعوض هنا زيها بسك، فالسك هنا بتطير مع السك، ودي هتطلع بتان كلها فبتطير مع التان، فبيفضل عندي ثيتا، الثيتا بكام؟ بسك انفرس. تمام. يعني هو بمعنى صح التريجونومتريك والهايبربوليك سبستيتيوشن بستخدمه امتى؟ لما يكون جايب لي التلات حالات دول والحاله دي، لما يكون جايبني بستخدم التلات حالات دول بستخدم كل واحده في المقابل بتاعها. يفضل تستخدم تريجونومتريك عشان الايدنتيتي بتاعت الهايبربوليك ممكن تلخبط فيها، فلا خليك في التريجونومتريك بحيث ان انت ترسم مثلث وتعوض وتعيش حياتك. طيب امتى بستخدم الحالتين دول؟ بستخدم الحاله بتاعت التان اكس على 2 ايكوال اليو لما يقول لي يكون جايب لي ساين وكوزاين، بيكون طبعا جايبها لي بشكل ان انا ما اقدرش احلها دايركت ولا احلها بسبستيتيوشن، يعني زي دي 1 بلس ساين اكس على 1 ماينس ساين اكس. طيب انا هعمل ايه يعني لو هحلها من حاجه تانية غير الطريقه دي؟ هضرب في الكونجكت، هضرب فوق وتحت ب 1 بلس ساين اكس، فهتطلع انا عندي تحت كوزاين، وهعوض بقى في المساله. بس ابسط ان انا مثلا اعمل ايه؟ اعوض باليو، هتبقى ابسط لي لان انا ممكن اكون بلخبط في قوانين التريجونومتريك ايدنتيتيز. تمام.
كذلك التانش اكس على اتنين ايكوال يو، بستخدمها امتى؟ لما يكون جايب لي الشاين والكوشاين. تمام. عندي تالت طريقة، عندي كومبليتنج سكوير. قبل اي حاجة خلينا ناخد الحتة اللي فاضية فوق دي نوضح فيها حاجة. انا عندي ايه هو كومبليتنج سكوير؟ اللي هو بمعنى اصح حاجة باور 2، يعني مثلا اكس باور 2 ده كومبليتنج سكوير. طيب اكس ماينس 1 باور 2 ده كومبليتنج سكوير. انا عندي اكس سكوير بلس 1 باور 2 ده كومبليتنج سكوير. طالما كوس باور 2 يعني دي لو قال لي باور 2 مش هتفرق، يعني شيل باور 2 هنا مش هتفرق، المهم يكون حاجه عندي جوه كوس باور 2. تمام. هي دي اللي اسمها كومبليتنج سكوير، يعني كوس كامل ومعمول سكوير. طيب هل بقى انا عندي مثلا لما كنت بعمل ده بفكه، بحطه الاول في نفسه التاني في نفسه، اتنين في الاول في التاني. طيب انا عايز لما ساعات تجيب لي مسائل بيجيب لي الشكل ده، فالمفروض انا اعمل ايه؟ ابسط طريقة ان انت تعملها، انا عندي الاولاني خلي الكوفيشنت بتاعه بوان. لو مثلا جاب لي مثلا هنا ضرب لي مثلا 5x سكوير زائد 10x زائد 125، خد يا عم الخمسة كومن فاكتور من اول اتنين، الخمسة كومن فاكتور هتطلع x سكوير زائد 2x. تمام. وزائد 125، خد يا عم اول واحد خد منه واحده يعني اكس سكوير خد منها واحد، وخد نص الكوفيشنت بتاع الاكس، يعني هنا نص الكوفيشنت الاثنين ايه واحد زائد واحد وسكوير، وهنا خمسه. تمام. وفك القوس، بعد ما تفكه هيكون هنا المفروض ان هي هنا الاول في نفسه باكس سكوير، الثاني في نفسه اللي هي تطلع بون، فهتضربها في خمسه. انا عايز الثاني، انا مش عايز الاولاني ولا اللي في النص، انا عايز التاني، فتطلع بخمسة فهيطلع لي هنا 120، فالمفروض ان زائد 120. تمام. كده انا عملت كومبليتنج سكوير للشكل ده. تمام. خلينا نرجع مسألتنا الحلوة بقى، المثال اللي انا حاطه. انا بعمل كومبليتنج سكوير ازاي؟ لازم يكون الاولاني كوفيشنت بتاعه ايكوال 1 اللي هو الاكس سكوير. تاني حاجة لما بيكون التاني يكون الاكس، يعني بمعنى صح زي ما انا كاتب هنا، لما الاقي حاجه اس 2 ونفس الحاجه اس 1، اي حاجه اس 2 ونفس الحاجه اس 1، فبكمل باخد الاولاني منه واحده وباخد نص كوفيشنت الثاني، نص العشرة خمسة، وبعمل سكوير. فبعد ما اعمل بقى سكوير بشوف الثاني في نفسه بيساوي كام. انا لما فكيت ده طلع الثاني في نفسه 25. ليه؟ عشان اشوف فاضل قد ايه من دول، فاضل 100 فهي 10 باور. تمام. امتى بستخدمها؟ لما الاقي بمعنى اصح حاجه تحت اس 2 ونفس الحاجه اس 1. ازاي؟ يعني هنا ساين سكوير وساين لوحديها. طيب انا بقى عشان ابسط على نفسي هستخدم سبستيتيوشن، هحط السبستيتيوشن اللي هو السيمبل، هحط اليو ايكوال ساين والديو ايكوال كوزاين، فخلاص بعوض بقى. انا عندي هنا بعوض دي الاكس كوزاين دي اكس اللي هي دي ايكوال ديو، فبعوضها دي واعوض بالساين كلها زي ما هي، فطلعت عندي يو سكوير زائد 6 يو زائد 18. فخلاص يا عم بعمل كومبليتنج سكوير، باخد الاول منها واحده اللي هي يو ونص كوفيشنت الثاني اللي هي 3، وبعمل سكوير، فهتطلع هنا التسعه دي لما اعملها التلاته دي لما اعملها سكوير هتطلع 9، وانا عندي 18، يبقى ناقص كام؟ يبقى ناقص 9، بعمل بلس 9. تمام. ده قانون ايه؟ يعني لو ده بقى للاسف لازم تحفظه، للأسف ده قانون التان انفرس، ده تان انفرس، فبعوض بالتان بس ناقص طبعا 3، بعوض بالتان وبكمل حياتي. تمام. اللي هو قانون التان انفرس كان ايه عشان نراجعه؟ كان لما يقول لي 1 على a سكوير بلس x سكوير تساوي 1 على a تان نيجاتيف 1 اكس على ايه. تمام. اهي 1 على ايه، الايه اللي هي الاي سكوير اللي هي 9، فالاي بتاعتها ب 1 ف 1 على ايه، والاكس اللي هي عندي بيو بلس 3 فانا عندي حطيت يو بلس 3 وعلى ايه اللي هي ب 3، وبعوض طبعا اهم حاجه لما تخلص تعوض باللي انت عوضت بيه، يعني انا عملت اليو ايكوال ساين فبعوض باليو اللي هي الساين، ما اقدرش اعمل اي حاجه تانية بعد كده. تمام. احنا كده خلصنا اول فيديو، انا بس عايز اوضح هعمل سمي بسيط كده. احنا شرحنا كام طريقه، بالنسبه لي طريقتين او ثلاثه، يعني خليهم اتنين عشان بالنسبه لي اسهل. اول واحده دايركت، انت بمعنى اصح تبصم
ولا عندك اي طريقة تانية غير اللي انت تبصم دي. اول واحدة اللي هي دايركت، دي بمعنى صح تبصم، خط بقى في العربي زي الزفت الحمد لله. تاني عندي طريقة substitution، عندي simple والهايبر والتريج والهايبربوليك. انا عندي دي ببسط على نفسي، تي عندي لما يكون عندي الاشكال اللي انا وريتها لك اللي هي 1 minus x square او 1 plus x square او x square minus 1، او لما يكون جايب لي ده انا بستخدم فيهم طبعا تفجه هايبربوليك، هنا بستخدم الساين، هنا بستخدم التان، هنا بستخدم السك. وطبعا الهايبربوليك بقى انت عايز تحفظهم احفظهم، انا نفسي ولا بستخدمهم، انا هنا بستخدم التريج وبس المثلث الحلو وبعيش حياتي. انا عندي تاني طريقة لما يكون جايب لي ساين او كوزاين ومش قادر اهرب منهم بدايركت او باي حاجة تانية، فبعوض اليو ايكوال تان اكس على الاتنين وبعيش حياتي، بجيب الساين سواء عايز تحفظهم او تستنتجهم. لو مش عارف تستنتجهم ازاي ارجع للفيديو بتاع التريج والهايبربوليك وهتلاقيهم، ويكون جايب لي كوزاين وبعوض بقى باقيهم وبعيش حياتي. تمام تمام. عندي تالت طريقة اللي هي completing square. احنا قلنا completing square لما الاقي حاجة اس اتنين ونفس الحاجة اس واحد بس يكونوا تحت، يعني لو هما فوق مش هتحتاج قوي ان انت ايه تبخم على نفسك، لكن لو تحت فانا بهرب بيهم بcompleting square. وقلنا ازاي تعمل completing square، قلنا هناخد الاول يعني هو x square زائد 2x زائد مثلا 10، انا هاخد او واحدة من ال x square اللي هي تبقى x ونص كوفيشنت التاني اللي هو زائد واحد وهعمل لهم square، هعمل للتاني ده square واشوف هو كام، فالواحد square equal واحد، اشوف فاضل كام من دي. يعني انا بعمل معنى اصح باخد اللي مثلا يعني دي ما تخليهاش positive خلينا ناخدها negative، فدي هتبقى مثلا negative 10، فانا بشوف negative 10 وبعد ما اجيب التاني ده power 2 بعمل له minus اللي فاضل عندي ده، فساعتها هعمل ناقص واحد هيطلع عندي بنيجاتيف 11. بس هي دي الكومبليتنج سكوير. اتمنى الفيديو ده يكون بجد مفيد، يعني ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا جميعا وشكرا لكم.